يا أبتي نتكلم من رسل الله ونتعلم، نذكر أخبار سليمان صلى الله عليه وسلم. ملك لم يؤت لإنسان في أي زمان ومكان، ونبي قد ورث أباه هبة من عند الرحمن. ملك لم يؤت لإنسان في أي زمان ومكان، ونبي قد ورث أباه هبة من عند الرحمن. وجنود شتى قد حشرت وبأمر المولى قد حفظت، فورا تفعل ما قد أمرت من طير إنس أو جان. وجنود شتى قد حشرت وبأمر المولى قد حفظت، فورا تفعل ما قد أمرت من طير إنس أو جان. والريح كفرس عداء تجري في الأرض كما شاء، وتبسم وجه سليمان والنملة تعظ الإخوان. أخبار جاء بها هدهد عن شمس في قوم تعبد، وتعجب كيف لها يسجد من دون الله الديان. وخطاب أرسله معه في قصر الملكة أوقعه، شعب حقا لن ينفعه إلا نور للإيمان، إلا نور للإيمان. صدقا صدقا يا أبتا ذاك حديث ما أحلى، في القلب ستسكن ذكرى فعليه سلام وصلاة، فعليه سلام وصلاة.